وسط جموع شعر بالجوع صعد السيد لجبل عالي والتلاميذه ابتدى يتكلم وفتح فمه بكلام غالي رب ولي كل السلطان جالس على عرشه بيعلم سيد ولا كل الأسياد ولا إنسان بعديه يتكلم ويا ما فلسفات وكلام عايزين يصلحوا حال الإنسان وفضل حاله زي ما هو والإنسان هو الإنسان لكن تفضل عزتك لينا دستورنا الباقي في كل زمان مش هتقدم حتى نمر عصور وهتفضل حية مهما كان وهتفضل حية مهما كان. أنا مش بصلي خالص. ليه يا أخونا كده؟ دي حاجة مش كويسة. عارف كان نفسي بجد إن أعرف أصلي. وإيه اللي منعك؟ مش بعرف نصيبي كده. أنا مش من نوع الناس دول اللي بيعرفوا يتكلموا مع ربنا. يا صاحبي ده الموضوع بسيط خالص مش تقول كده من الأول. ليه؟ عندك حل ليا؟ طبعا عندي حل. شوف يا سيدي أنت تاخد الكام ورقة دول وكل يوم تخش تقفل عليك بابك وتقراهم وتكلم بيهم ربنا. دي أحلى صلوات وبعد شوية هتحفظها وهتقولها لربنا من غير حتى ما تضطر تشيل الورق معاك. بس كده يعني كل يوم هقوله نفس الكلمات؟ يا حبيبي دي صلوات مكتوبة على الفرازة خدها بس وادعيلي. يا ترى ايه موقف المسيح من الحديث اللي احنا سمعناه ده؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. هيزهق منه طبعا ملاش حل لازم يتغير الكلام حتى لو حلو دي يبقى ملل ملل حاجات مملة جدا جدا مفيش تغيير هيبقى فيه ملل طبعا التغيير مهم جدا متغيروش يبقى بتضحك عليه أهلا بكم معنا مرة أخرى أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من عظة الجبل. بنرحب بضيوفنا النهاردة في الاستوديو باشمهندس يوسف رياض أهلا بيك دكتور مير صمويل أهلا وسهلا. حلقتنا النهاردة عن العلاقة بالله بين الميكانيكية والحياة كلام المسيح. تفضل باشمهندس. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. نحب نعرف في البداية إيه المشكلة اللي بيتكلم عنها المسيح وإيه علاقة الكلام ده ببقية الموعظة؟ هو في الأعداد اللي فاتت مباشرة كان قال لنا تعبير مهم كيف نصلي أو متى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك إمعانا في السرية. طبعا ده كلام بلاغي مجازي عاوز يقول لا تنشغل بالآخرين لكن احصر فكرك في الإله الذي تريد أن تتواصل معه. فالصلاة صلة وتواصل. فأنا بدخل لمحضر الله مش عشان أبان للناس أني أنا بصلي. طبعا ما فيش مشكلة لو الناس شافتني بس هل ده هدفي وغرضي من الصلاة اني اعمل منظرة لنفسي يا جماعة شوفوا انا بصلي ولا انا غرضي اقعد مع الله اتكلم معاه اتكلم معاه. موسى يقال عنه انه كان بيكلم الرب كما يكلم الرجل صاحبه. فهنا كان بيحذرنا من السلوك الباطل في الصلاة. هنا بيحذرنا من التكرار الباطل. يعني المشكلة الاولى افقدت الصلاة من سموها. انت مش بتتواصل مع الله بتقرب من الله انت عاوز ينشفوني. افقدوا الصلاة من سموها. هنا افقدوا الصلاة من معناها.
فأنت تظن أنك لو قلت كلمات بعينها وقعدت تكررها 50 مرة أحسن من لما تقولها 40 مرة. ليه 50 أحسن من 40 يا أخي؟ ليه؟ هو ربنا ما سمعش من أول مرة؟ هو ربنا محتاج أنك تقعد تكرر له علشان خاطر، عشان خاطر إيه؟ مش فاهم. ده كلام الأمم، ده كلام الوثنيين. لما تقرأ حضرتك في سفر الملوك الأول 18، عبدة البعل الأنبياء الكذبة قعدوا يقولوا أيام إلي النبي يا بعل أجبنا يا بعل، ما بيقولوش غيرها. لما تروح للعهد الجديد تلاقي ناس عمالة تصرخ عظيمة هي أرطميس الأفسوسين، أرطميس الأفسوس ده الإله المعبود بتاعهم، أعظم إله ما فيش أحسن منه، وصريخ لمدة 2 ساعة متواصلتين. هذا هو سلوك الوثنيين. فربنا بيحذرنا من سلوك المرائين وسلوك الوثنيين. سلوك المرائين أني أعمل مظهرة، سلوك الوثنيين أني أكرر الكلام باطلا. صلي باللي في قلبك، اللي بيطلع من قلبك، حتى لو اتكرر حتى لو ما تكررش، بس صلي باللي جواكي، هو ده ربنا يحس بيه اكتر. هو مش تكرار، مش تسميع. اكيد طبعا، لان احوالنا وظروفنا باستمرار في تغيير، مش يعني مش ظروفي امبارح زي النهارده هفضل اصلي نفس التلبه امبارح هي نفس النهارده، لا. طبعا لو كررنا الصلوات حلو، بس كلام مختلف. يعني هو الصلاه بيتغير ولا الصلاه ثابت؟ الصلاه في حاجات جديده؟ لا كلام مختلف كل مره طبعا. اما انا بقول لك هو الصلاه ما فيهوش حاجه جديده، يعني الصلاه هو الصلاه، احنا اهم حاجه نقرب من ربنا. يعني كلام الاجبيه بيبقى زي ما هو، يعني كل يوم لما كل يوم تقري الاجبيه تلاقي نفسك بتقولي حاجه كلمه مختلفه، ممكن تحسي وانت بتقريها بسرعه ما عدتش عليكي. والله وحسب علام الواحد، ما انا ممكن ما اكون ما اعرفش اصلي غير ابانا اللازم. يعني هو ده غلط ان انا مثلا اقول ابانا اللازم على طول؟ طب ده ممكن خطأ نقع فيه النهاردة، الوثنية انتهت من العالم يا دكتور ما، يعني هل ده خطأ منتشر اليومين دول؟ طبعا منتشر، ومنتشر حتى في داخل المسيحية. وخليني أو اسمح لي يعني أقول برضو كلمة عن قلب الإنسان، لأنه فضل. الرب يسوع بيدخل للأعماق. بنتصور دائما أن الإنسان الخاطئ هو الذي يفعل أشياء سيئة، يفعل أخطاء، لكن أتمنى أن أحباء المشاهدين ياخدوا بالهم من تعليم المسيح، أنه أنا كإنسان خاطئ مش بس بعمل حاجات وحشة، إذا حطيت في إيدي الحاجات الكويسة هفسدها. فهنا إحنا قدام يعني كشف لحالة قلب الإنسان، مش بس بيعمل الخطية، حط في إيده أقدس الأشياء وأعظمها يفسدها. فكيف أفسد وشوه الإنسان الصلاة؟ الحقيقة شوهها من ناحيتين. الناحية الأولى جعلها مادة لجذب مديح الناس بدلا من مادة للتواصل مع الله، ودي حاجة مختصة بالمجتمع. لكن الأمر الثاني حاجة خاصة بنفسه هو الإنسان، بسبب سقوطه في الخطية يشعر بالذنب، والشعور بالذنب شعور بغيض جدا، ولا علاج له إلا بالعودة والتوبة الحقيقية إلى الله، لكي يحصل الإنسان على الغفران عن طريق الكفارة الحقيقية التي هي موت المسيح. اخترع الناس أساليب مختلفة لتهدئة الضمير بأن يقدموا كفارة عن خطاياهم ليست هي الكفارة التي حددتها مشيئة الله. ودي حكاية قديمة قوي من أيام قايين، من ساعة ما قدم اللي ربنا مش طالبه. الناس النهاردة اخترعوا حاجات كتيرة يكفروا بيها عن خطاياهم، من ضمن الحاجات للأسف الشديد جعلوا الصلاة كفارة. فأنت عندما تصلي وتكرر الصلاة فأنت تحصل بقدر صلواتك على حجم من الغفرانات، لأنك أنت مذنب وعايز كفارة، فبقيت الصلاة تمن للخطايا. يعني اخطي وبعدين صلي، وكل ما تخطي أكتر تصلي أكتر. أو لو عايز تدفع كفارة كبيرة قوي، كرر الصلوة بتاعتك بدل 40 مرة كررها 100 مرة. وكم يحزنني أني بشوف ده في المسيحية، أن تجعل الصلوة الجميلة أو المنهج، منهج الصلاة الجميل الذي علمه المسيح للتلاميذ أبانا الذي جعلت وسيلة للحصول على الغفران. فأنت عندما تخطئ إذا كررت هذه الصلاة 10 مرات ربما تحصل من خلالها على غفران. فبشوف أن ده تشويه مرعب لشيء مقدس. جعلوا الصلاة اللي هي رمز الضعف، الصلاة هي اتحاد الضعيف مع القدير،
واتحاد الجاهل مع الحكيم. في الصلاة بيدوب ضعفي في قدرة الله، وبيذوب جهلي في حكمة الله، وأحتمي في حضنه كابن صغير مع أب محب عظيم. جعلوا الصلوة والعلاقة الحميمة اللي فعلا جوهرها هو ضعفي وعجزي، جعلوها مادة للافتخار والكبرياء وجذب أنظار الناس إلي، ودي باينة قوي في مجتمعنا المصري. ومن الجانب الآخر جعلوا الصلاة اللي هي نتيجة الاقتراب إلى الله الذي تم عن على أساس الكفارة، والتي هي تعبير عن الرضا الإلهي والشركة معاه، إن أنا لي علاقة معاه، جعلوها هي الوسيلة التي أحاول أن أحصل بها على الغفران وعلى رضا الله. فهذا تشويه مقيت للصلاة، وأتمنى أن أحباء المشاهدين يفوقوا من الأمر ده. إن أنا أعد أكرر بصراحة، خليني أقول لك، أتذكر زمان عشت مرحلة في غبائي وجهلي، عشت ملحدا بعيدا عن الله وأرفض وجود الله، وكانت حجتي إن هذا الإله الذي يقدم لي لا يعني يستحق احترامي. إيه هو الإله ده اللي يسعد جدا إن الناس تقف قدامه تقعد تركع له وتقوم له أو تقعد تردد كلامه، وهو يبقى سعيد جدا إن هم قعدوا بس قدامه ساعة يرددون كلام. فأعتقد إنه ده تشويه مش بس للصلاة، تشويه لصورة الإله. هذا الإله الذي يسعد ويرضى بأن يقف شخص أمامه لمدة ساعة يردد عبارة واحدة أو عبارات معينة محفوظة، هذا الإله لا يستحق العبادة. طب ما كان أحسن له ما يخلق بشر يقوله، ما يعمل أجهزة تسجيل في الدنيا تقعد تسبح بحمده وتسبح بمجده وتعلن سلطانه في كل الكون وتزعق لمدة آلاف السنين، إيه يعني سعادته في إن بشر يقفوا قدامه يقعدوا يرددوا في كلمات معينة؟ فده تشويه للصلاة وتشويه أيضا لصورة الإله. باشمهندس يوسف، في بعض الناس بترد على الكلام الرائع ده وتقول إنه أنا ضعيف غلبان وعندي صلاة حلوة كتبها حد في يوم من الأيام وأنا هحفظها وأقولها كل يوم لأني عمري ما هعرف أصلي زيها، إيه المشكلة في كده؟ لا، هي المشكلة مش في الكلام الحلو اللي كتبه واحد من القديسين، المشكلة هل هو ده اللي بيبسط ربنا؟ يعني أنا لما أقعد مع خطيبتي وخطيبتي تقوم قايلالي بيت شعر جميل قوي، بس هي مش حافظة غيره وما بتقوليش غيره، كلام رائع، وبعدين أجي تاني يوم ما بتقوليش غير كده برضه، تالت يوم ما بتقوليش غير كده، وما عندهاش كلام ليا بصراحة غير بيت الشعر الجميل ده، هل ده اللي أنا يرضيني؟ ابن راح لأبوه وعمال يقول له كلام محترم وبيقوله له تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم وما بيقولش غيره، هل هذا ما يريده الله؟ إذا لم يكن هناك تواصل، بتعجبني عبارة جت في مزمور 45 بيقول كده: متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر. شوف يا باشمهندس، الكتاب المقدس مليء بصلوات ناس مختلفة، اللي إيمانهم كبير واللي إيمانهم بسيط، الرسل والأنبياء وبعض ناس من عامة الشعب، لا تجد صلاة بل أحيانا خطاء، يعني زي العشار اللي في الهيكل، ما تلاقيش صلاة زي التانية، كل واحد عبر عن أنا إيه، أنا خاطي يا رب ارحمني أنا الخاطي، أنا بموت وعايز الرب يذكرني اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، مين كرر مين؟ طب وهو لو كرر هل هذا يقبل عند الله؟ فليس العيب في صلاة جميلة، لكن العيب في أني لا أقول لله سواها. ربنا عاوز تواصلي أنا معاه، أنت بتحبني قولي بحبك، أنت عايز مني حاجة قولي أنا عايز منك حاجة، أنت بتقدس اسمي قولي هذا الكلام، قولي أنا عايز قلبك ومشاعرك، عايز تواصل، والصلاة تواصل. ما هو الوسيلة ما في ضغط عليكي، تحس ان في ضغط عليكي، الدنيا كلها ضغط عليكي، فتهربي من الكلام ده كله بالصلاة. هو الصلاة على فكرة مش حكاية تعليم، ده حاجة بتبقى نابعة من القلب، مش حاجة انا بتعلمها. يقرب من ربنا ويخش الكنيسة. طبعا لازم يروح الكنيسة ويواظب على الاجتماعات. لما يبقى عنده جواه سلام، جواه سلام اكيد هيتعلم الصلاة.
دكتور ماهر، بعض طيب بيقول يعني أنا مش بعرف أصلي، أنا بقعد قدام ربنا أو بقف قدام ربنا أو بسجد مش بلاقي كلام أقوله، أقعد كده ساكت. طب ما أنا هجيب حاجات كويسة وأبقى أقولها له دايما لأن أنا مش عارف أصلي. برضو ده معناه أن أنا مش فاهم يعني إيه صلاة. يعني الأخ يوسف آخر كلمة قالها أن الصلاة تواصل مع الله. خلينا أحكي لك حاجتين واقعيتين. مرة واحد لسه جاي للمسيح من خلفية بعيدة، ما كملش شهور قليلة، فبقول له إيه رأيك تيجي نصلي؟ فقال لا ما عرفش أصلي. أنت ما تعرفش تصلي خالص؟ قال لي آه ما عرفش أصلي بس أنا بتكلم مع ربنا. فعجبني قوي التعبير وأثر قلبي، هو ما يعرفش يصلي بس بيعرف يتكلم مع ربنا. قلت له حبيبي هي دي الصلاة وهي دي الصلاة الصح، بس هو لأنه بسبب الخلفية اللي جاي منها تصور أن الصلاة عمل تقني ينبغي أن يتقن وينبغي أن تعرف كيف تؤديه وكيف تجيده، ولم يدري المسكين أن الصلاة هي شركة بسيطة جدا من ابن مع أبي. أحلى أوقات أنا بقضيها في حياتي لما ابني يقعد يحكي لي عن الكورة ويحكي لي عن مذاكرة ويحكي لي عن حياته وياخد رأيي في حاجات بدون أي إعداد مسبق. دي صلة وشركة بسيطة بين الإنسان وإلهه. شاب تاني بيقول لي أخمار أنا ما بعرفش أقعد مع ربنا. قلت له امشي مع ربنا، لو مش عارف تقعد امشي معاه. يعني ايه امشي معاه؟ يعني انت يا اخي مش ماشي رايح شغلك، حكي معاه وانت ماشي، كلمه في شغلك. بيجي لك زبون، بيجي لك عيان، بيجي لك مريض هتشوفه، اسأل ربنا اعمل ايه مع المريض، حكي مع الله، حكي مع، ادخل الله في امورك اليومية والحياتية البسيطة. هذه هي الصلاة. طيب باشمهندس يوسف، انا بتوقع يعني ردود فعل المشاهدين. هي الصلاة مش حاجة عظيمة جدا ومرهبة يعوليها مخافتها وهيبتها على ان انا كده ادخل ربنا في كل حاجة واقول له عيان بتاعي ومريضي وعربيتي عجلتها نامت، ويعني هل استبسط الموضوع للدرجة دي؟ هل ده مقبول؟ في كلمة قالها واحد من الحكمة، قال ان امورنا الصغيرة هي عظيمة امام محبته، وامورنا العظيمة هي بسيطة امام قدرته. يعني أنا عندي حاجات كبيرة قوي وحاجات بسيطة قوي. طب الكبيرة قوي، على فكرة الكبيرة قوي اللي عندك دي اللي أنت شايف إنها جبل، ده قدام ربنا مش محتاجة منه غير كلمة واحدة، فتعال له بالمشكلة الكبيرة وحطها قدامه وكلمة واحدة هتحل المشكلة. بس أنا عندي حاجات كمان تانية صغيرة أتكسف إن أقول له ربنا عليها. إن كل ما ينشئ فيك هما يوجد في قلب الله اهتماما. فإذا عندك حاجة شغلاك حتى لو تافهة صغيرة حطها قدام. لا تهتموا لشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء معشر. يا حبيبي ربنا بيقول لك أي حاجة تتعبك ارميها علي، إلقي على الرب همك. زي ما كان بيقول الأخ ماهر دلوقتي، ابني لما يجيلي في أي أحواله بس يجيلي، حتى لو غلط وجاي يقول لي بابا أنا غلط بحبه مش كده لأنه ابني. فتعال لأبيك بأي شيء بس تعال له في صلة البنوة إذا كنت قد حصلت على هذه العطية العظمى بالإيمان. إذا كنت جيت له خاطي وبتقول يا رب ارحمني أنا الخاطي، هيدي لك طبيعة جديدة وتتولد من الله وتبقى ابن لله. ساعتها أنت ابن لله، روح لأبوك وده اللي بيقوله المسيح هنا، وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. الأصحاح ده أصحاح 6 تتكرر فيه كلمة الآب 12 مرة، هي جت في الموعظة على الجبل كله 17 مرة. أصحاح 5 و6 و7 6 لوحده في 12 مرة كلمة الآب، ده أبوك. وأول كلمة في الصلاة النموذجية لما تصلوا قولوا أبانا. طب إذا كان أبويا أنا ما اتكسفش أقول له أي حاجة، ده أبويا، أقدر أقول له أبويا، أقدر أقول له إلهي، أقدر أقول له لأنه بقي فعلا كده أبويا وبقي إلهي. دكتور ماهر حضرتك كنت عايز تضيف حاجة، أنا حسيت كده ولا أنا تهيأ لي؟ يعني الكلام عن الصلاة ما يخلصش، لكن عايز أقول أنه التعبيرات الجسمانية التي نتخذها ليست هي التي يعني نظهر بها احتراما لله. تقصد إيه التعبيرات الجسمانية؟ يعني مثلا نحن في الصلاة أحيانا نقف وأحيانا نركع وأحيانا ننطرح على وجوهنا أمام الله. هذا لا يعني أبداً أنه في بقية اليوم أنا ليس عندي احترام لله. أنا أعيش
روحي خاشعة وساجدة وراكعة وواقفة أمام الله في كل وقت، أنا أعيش حالة احترام لله. لكن هذه التعبيرات الجسمانية تخصني أنا، أنا مرات أريد أن أنطرح أمام الله لأن نفسي مرة فيا، مرات أخرى لا أستطيع أبداً أن أشعر بالراحة فأجلس وأسترخي، أريد أن أقف أمام الله لأصرخ إليه عن بلوتي وعن كربتي، وفي مرات أخرى أريد أن أجلس أمام إلهي. فمجرد جلوس، أنا جالس أحكي كالخل مع خليل وكالصديق مع صديقه. إبراهيم الخليل جلس مع الله ومشى مع الله ووقف في محضر الله. فعايز أقول أنه مش التعبيرات الجسمانية هي اللي هتقول قوي أن أنا بحترم الله ولا ما بحترمهوش، لأن في ناس بتعمل كل التعبيرات الجسمانية ولا يوجد في قلوبها ذرة خشية لله. بجد بجيبهوله في الآخر، هو بيبقى عامل استرس عليه أو عليا، وده بيحصل كتير، مش مناسبة ليه، بس بحاول أرضيه على قد ما أقدر حتى لو مش مناسبة لي. الوالد لو معاه فلوس هيجيب له، ما معهوش مش ما تناسبوش ما يجيبلوش طبعا، ما دام ألح بقى غصب عنه يجيب له. هرفض طبعا، هحاول أعلمه بقى. أكيد حاجة بتبقى مملة والواحد بس بيقول حاضر، ساعات بيقول له ما ينفعش دلوقتي، الظروف ما تنفعش دلوقتي. باشمهندس يوسف، طيب المسيح أمرنا في أماكن أخرى عن يعني عن الصلاة بلجاجة، إيه علاقة اللجاجة بالتكرار؟ يعني اللجاجة أنا يعني هو حتى إدى مثل واحدة بتلح، فلما بلح في طلبة معينة ده يعتبر تكرار كلام باطل ولا يعتبر لجاجة؟ بالضبط، في فرق أن يكون التكرار للتكرار هدف، يعني في حد ذاته يعني أنا بكرر زي ما كنا بنسمع دلوقتي، هقول هذه الصلاة الحلوة المحترمة هقولها 40 مرة، لا يا راجل خليها 100، خليها 1000. طب ليه؟ يعني أنت بتعمل كده تكرار عشان أزود بوينتس، بزود نقط، وده كله ينفع معايا، ده فكر وثني، فكر لا يرضي الله. لكن اللجاجة نشوفها مثلا في حنة أم صموئيل، دخلت إلى الهيكل في حيرة، في هم، في كربة، وكان إذ أكثرت الكلام، إيه بتقول إيه؟ هي بتطلب طلبة محددة صغيرة، لما سجلت في الكتاب المقدس أخذت سطر ولا سطرين، لكن هي بتكررها تاني وتالت. ليه؟ من كثرة كربتي وغيظي تكلمت إلى الآن. أنا امرأة مرة النفس، أنا مرة الروح. فرق كبير، واضح الفرق. يعني واحد نتيجة حاجته الملحة مش قادر، ما يخبطش على الباب. ليا صديق جالي ومش لاقي أنا أأكله، فبروح لصديقي بخبط على بابه بيقول لي مش قادر دلوقتي. طب أنا هرجع أروح فين وأجي منين؟ الفرانين قفلوا، البياعين قفلوا، والضيف جاي تعبان منهك، لازم أقدم له حاجة. يا عم عشان خاطري اعمل معروف، أبوس إيدك، افتح لي على وديني حاجة. من أجل لجاجته يقوم ويفتح له. إذن هنا حالة قلب مش مستغني عن العطية. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. لكن في واحد لا، أنا حقول الحكاية ديت ومسك مسبحة عشان أعد. ما كمان اخترعوا المسبحة ليه؟ عشان أدي واحدة عدت، أدي اتنين، والنهاردة سمعت إن في كمان حاجات تانية، في كاونتر أدي عدة واحد، عدة اتنين، عدة تلاتة. يبقى إذن بقي التكرار هدف. أنا عقلي فين؟ لا، أنا بقول اللي بقوله وعقلي مش هنا خالص، أنا بتفرج على الناس وأي حاجة وعمال أعد والعداد شغال وبكسب نقط. لا يا حبيبي، أنت ما عملتش، تحسب يعني الحسابة، لا أنت ما عملتش حاجة أبدا، أنت صلاتك ما طلعتش فوق السقف، ما وصلتش. أنت بتعمل كلام لا قيمة له في نظر الإله اللي عايزك تتواصل معاه. فرحان؟ قول له أنا فرحان بيك، أنا بسجد ليك، أنا بحبك يا رب. موروط؟ قل له يا رب أنا موروط، اعمل معروف، غتني، انقذني. هي الصلاة، وليس أن أردد كلام ولو كان حسنا عدة مرات فأكسب ثواب. كل ده أفكار بعيدة كل البعد عن كلمة الله.
لا مش ممكن اسيب له الكبريت طبعا، عشان ده الكبريت خطر عليه. اجيب له كبريت بدم هو عاوزه، وبالفعل يعني اخليه فعلا يولع اول مره، ولما هيتلسع تاني مره مش هيطلبه. لا لا خالص، لا خالص مش ممكن طبعا. هيدي له حاجه يأذي نفسه بيها؟ مش ممكن. لا طبعا لا لا، اكيد اشوف احيلها بحاجه تانية. عود الكبريت ده يولع فينا. لا يبقوا مهملين اهمال منهم. لا منتهى الاهمال اللي في الدنيا، مينفعش يعني. ده راجل مهمل. لا ما يصحش طبعا، العيط ما بيعملش حاجة يعني، لما بيعيط ما بيحصلش حاجة. بقيت كلام المسيح أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. في تساؤل بيظهر في بعض الأحيان، إن كان الله أبونا يعلم احتياجنا، وأنا لما بعرف إن ابني محتاج حاجة بعملها له، عارف مش 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 طلب عنده يعني. هو لو طلب ياكل حلويات كتير اقول له انت مش محتاج كده، لكن انا عارف انه محتاج دواء، عارف انه محتاج لبسة، فانا بعمل له الحاجات دي من غير ما يسأل. ايه فايدة الصلاة لو اصلا الله عارف كل احتياجاتي؟ يعني ما تزعلش مني يا باشمهندس هاني، السؤال ده بيؤلمني جدا حقيقي بيؤلمني. ايه فايدة الصلاة؟ هي تجارة؟ هي بيزنس؟ هو أنا بديله علشان أخد؟ هو يعني هو شخص ما يتحبش، ما يتحكاش معاه، الواحد ما يحبش أنه يقرب منه ويحكي معاه. هو أنا يعني لو كل احتياجاتي تسددت وما عادش عندي أي نقص في أي شيء ما أسألش فيه، ما أتكلم، وأنا ما أتكلمش معاه غير لما أكون محتاج. يا للعار، يا للعار إذا اختزلت الصلاة لمجرد أن أنا بقوله على احتياجاتي وعايزه يديني اللي أنا عايزه. أنا بشوف أنه في نعمته هذا الإله الصالح الكبير والعظيم ارتقى بالإنسان جدا، فأراد أن يجعله صديقا وحبيبا وشريكا، بل وابنا وابنا. الله في صلاحه المطلق يقول في يوم من الأيام: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ دي ما كانتش مسألة احتياجات بقى، فيش احتياجات خالص هنا. ده ربنا بيكشف قلبه لإبراهيم بحاجة ما تخصش إبراهيم، تخص لوط وتخص سدوم. الله يريد أن يسمو بنا إلى قمم عالية فيجعلنا شركاء وأصدقاء وخلان له وأحباء وأبناء. فأنا يعني أهرب من هذا الامتياز؟ بالعكس، ده نمسك فيه بإيدي وإسناني، ومش تبقى مادة حديثي مع الله هي احتياجاتي. أنا بحكي مع ربنا في اللي يخصني واللي ما يخصنيش، بحكي مع ربنا سواء أنا محتاج أو مش محتاج. دي حياة وعلاقة وشركة. ولما تأتي مسألة احتياجاتي أنا بكلمه عنها برضو مش لأنه هو مش عارف أبدا، أنا بكلمه عنها لأني حابب أتكلم معاه. أنا ما أقدرش أبدا يكون في قلبي شيء وما أكلم مع مين، ومين يفهمني زيه، ومين يوزن حتى ده. أنا مرات لما بتكلم معاه في احتياجاتي على ما أخلص الكلام يقول لي: على فكرة ده مش احتياج، واكتشف انها كانت رغبه مش احتياج، واتنازل عنها واقول له: يا ما كنتش فاهم نفسي. ومرات تانية اكلمه عن احتياجي وانا حاسس ان احتياجي ده حاجه كبيره قوي، فافاجئ انه يقول لي: مين قال ان ده كبير؟ تعال لما اوري لك احتياجات اخرين اشد 100 مره من احتياجك. او يكلمني هو عن احتياجه. ما هو ده اللي عمله مع حنة اللي سمعنا عنها، قال لها: انت يعني مويت روحك على ولد، طب ما انا مش لاقي حد يخدمه. فقلت له: خلاص اتحلت، اديني الولد وادهولك. ففرصة جميلة للشركة والتواصل والعلاقة. فأرجو يعني إن احنا ننزه الصلاة عن مجرد يعني ATM، أنا عايز بدخل الكارت علشان أخد، خدت احتياجي خلاص، ما فيش علاقة بيني وبينه. باشمهندس يوسف، حتة إن أنا أحكي مع ربنا، دكتور ماهر قالها كده بالتعبير، الكلمة دي يعني مؤثرة بالنسبة لي شخصيا يعني. بس في بعض المشاهدين بيخافوا من التبسط كده في الموضوع لدرجة ان انا احس ان الله صديقي يعني او ابويا. تقول لهم ايه؟ توجه لهم عبارة تشجعهم ازاي؟ اقول لهم: هذا هو الله كلي الصلاح. وعشان يؤكد لنا هذا الفكر، احد اسباب ارسال ابنه من السماء علشان يعرفنا قد ايه هو بيحبنا، قد ايه بيحبنا. الناس نتيجة فكر شيطاني رسموا عن الله صورة هي أبعد ما تكون عن الله.
الله عالي ومنزه وبعيد، عايش هناك في برج عاجي مش معانا، مشاكلنا ما تهموش، ما اقدرش اقول له كل حاجه صغيره وكبيره، لا عيب كده، عاوز يفصلنا عن الله. ونجح الشيطان تماما الى الدرجه اللي فيها حتى الناس لما بتصلي هي بتصلي بدون تواصل مع الله، وهي الصلاه صله، هي بقت صلاه بدون صله. انا بقول كلمات غيري قالها وانا برددها، عقلي فين؟ الله اعلم عقلي فين. انا يعني ما انا لما اكون حافظ حاجه وبقولها مرات كتيره بقول اللي حافظه بدون وعي، يعني بقول خلاص بغبغان بقيت بردد كلام. ده هو الشيطان عايز كده، هو كده تمام. انت كده مش بتصلي، انت عايز ايه اكتر من كده؟ لا انت ما بتصليش، تصلي يعني تدخل لله وتتكلم معه، تحكي معه. التعبير اللي بيأثر فيك بيأثر فيا، والله بيحبه انك تحكي معه، تتحدث معه. في ترتيلة بتقول يا طيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. ويقصد بالحبيب الرب له كل المجد، المسيح اللي كان قريب مننا لما كنا هنا في خطايانا، حب العشرين والخطاط، بيحب الخطاط، حبني أنا وحبك أنت وحب كل واحد من المشاهدين حتى لو كان ما يستحقش المحبة. الحبيب ده بقى حلو القعدة معاه وحلو الحديث معاه، تحت ظله اشتهيت أن أجلس. واخد بالك في حديث متواصل، وأعتقد هو ده الصلاة في سموها. أما ما نشاهده من أعمال معينة تعمل وتسمى صلاة، نجح الشيطان في أن يفرغ الصلاة من محتواها ومعناها. عظيم جدا أحبائي المشاهدين، يا طيبة ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا في الخفاء ولا رقيب. نشكر ضيوفنا في الاستوديو الدكتور ماهر سامويل، مهندس يوسف رياض، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من عظة الجبل.